فيما يتعلق بالجدل الحاصل حول تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية، حقيقة الكل يعلم أن القانون هو متغير طبقاً للظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. العراق مر بمنعطف دستوري جديد وهو صدور دستور جمهورية العراق لسنة 2005، وجاء بثقافة تكفل حق المساواة في المادة 14 من الدستور بين الرجل والمرأة، وفي نفس الوقت هناك مادتين أخريتين تتعلق بحماية الطفل، منها المادة 29 اللي تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وأيضا المادة 29 على الثانية اللي تقول للأولاد حق على والديهم في التربية والرعاية والتعليم. فبالتالي عندما نجي نقارن هذا النص الدستوري مع نص المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية، نجد أن المشرع الدستوري فرض واجب مشترك على كل من الأب والأم برعاية الطفل والسهر على شؤونه وتعليمه وتربيته. فبالتالي في حين النص الحالي لقانون الأحوال الشخصية المادة 57 يجعل إشراف الأب على تعليم الابن وتربيته لغاية 10 سنوات، أنا نتساءل هناك شبهة دستورية، لأن المشرع الدستوري قال أنه للوالدين حق على أطفالهم في السهر والإشراف على تربيتهم ورعايتهم لحين إكمال سن الرشد، في حين أن القانون الحالي يقصر هذا الإشراف الأبوي على 10 سنوات، مما يخل بمبدأ المساواة. أيضا المادة 30 من الدستور أيضا أكدت مسألة كفالة حماية حقوق الطفل. فلهذا في ظل هذه المتغيرات الحاصلة في المنظومة الدستورية العراقية، نعتقد أن بقاء سن الحضانة لمدة 15 عام بيد الأم هو يخالف مبدأ المساواة أمام القانون بمعزل عن الجنس، بمعنى أنه يتوجب أن ننظر إلى النص الدستوري بما ينسجم مع مصلحة الطفل بمعزل عن الزوج أو الزوجة. لو يعلم الزوج والزوجة أن هنالك التزامات دستورية وقانونية مفروضة على كليهما، كان يقر المشرع حتى ليس تخفيض سن الحضانة إلى 7 سنوات، ولكن لو يأخذ بالحضانة المشتركة للأب والأم